أهلا بكم. البرلمان ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق، والأخير يؤدي اليمين الدستوري في مجلس النواب. ورئيس الجديد عبد اللطيف رشيد يكلف مرشح الإطار التنسيقي محمد شيع السوداني بتشكيل الحكومة المقبلة. ورئيس الوزراء يهنئ رئيس الجمهورية المنتخب ويعرب عن أمنياته بنجاح مسيرته ويدعو القوى السياسية لدعمه. ورئيس الجمهورية السابق الدكتور برهم صالح يهنئ الرئيس الجديد ويؤكد التزامه في المضي تحت سقف الوطنية. ورئيس الكتلة الصدرية المستقيل حسن العذاري يشدد على أن العراق أكبر من السلاح المنفلت، ويؤكد أن كل من يستعمل السلاح هو موالي الفاسدين. الموجز انتهى، إلى اللقاء.